نبدأ بك سيد الكناني، خلينا نتحدث عن أداء الحكومة وتقييمك لأداء الحكومة، وهل هذا التقرير لأداء الحكومة يعني كان ملامس لواقعنا اللي نعيشه هذا اليوم؟ البعض اعتبر هذا التقرير ملامس جدا، لأن السيد الكاظمي يعيش حالة يعني من التحدي بسبب يعني عدم وجود حزب وكتلة داخل مجلس النواب تدعم رئيس الوزراء. طبعا بداية لابد أن نشير هناك جملة من التحديات تواجه الحكومة الحالية وحتى الحكومات، حكومة عبد المهدي سابقا، هناك تحديات أمنية سياسية اقتصادية اجتماعية، وبالتالي هذه التحديات أعتقد ألقت بظلالها على الأداء الحكومي. طبعا احنا سمعنا التقرير اعتقد مبالغ به، مبالغة جدا واضحة به. طبعا احنا نتمنى لأي حكومة كانت، لأنه أي منجز هو يصب في مصلحة المواطن العراقي. لكن احنا شو نقول يعني جوابا على سؤالك انه اليوم السيد الكاظمي غير مدعوم من قبل القوى السياسية، هذا كلام عار على الصحة، على اعتبار هناك قوة شنو خاطئ كلام خاطئ؟ اي طبعا غير صحيح. على العكس، يوم هناك قوة سياسية مهمة وأساسية في مجلس النواب وفي العملية السياسية بصورة عامة هي تدعم حكومة السيد الكاظمي، والدليل على ذلك أنه لدينا مجموعة من الاستجوابات اللي قدمها أكثر يعني مجموعة من أعضاء مجلس النواب، حقيقة يتم تسويفها من قبل رئاسة مجلس النواب، طبعا هاي بالاتفاق مع الكتل السياسية. طبعا احنا اذا نريد نأشر الاخفاق، هو الاخفاق يبدي اولا من هذه القوى السياسية التي جاءت عن طريق المحاصصة وانتجت لنا الفساد المالي والإداري. أتوقع أن تتلمح لتيار الصدري أو كتلة الساعدون الذي استشرى في مؤسسات الدولة. أنا أقول القوى السياسية، كل القوى السياسية من 2003 إلى اليوم هي لها مقدار أو حصة في هذا الإخفاق وهذا الفشل وهذا الفساد. ما أقصد بجهة دون جهة، لكن تحدثت عن كتلة تدعم السيد الكاظمي، ربما تقصد أغلب الكتل السياسية. أغلب الكتل السياسية سنية وشيعية وكردية هي تدعم حكومة السيد الكاظمي. وبالتالي احنا اليوم نتمنى من هذه الحكومة وقبل من هذه الحكومة القوى السياسية التي جاءت وباركت ورحبت بحكومة السيد الكاظمي فعلا أن تروح تقعد وياه تجلس وياه، فعلا أنت هل أنجزت هذه المنجزات؟ احنا اليوم في الشهر السادس، بداية الشهر السادس، وانقطاع عندنا 5 ساعات في ساعتين في داخل بغداد. فبالتالي موضوع الكهرباء من سيء إلى أسوأ، اليوم سعر صرف الدولار ارتفاع فاحش حتى أكثر من 150، وبالتالي أثر بشكل واضح على المواطن العراقي. وتشوفين أنت أسعار السوق، وإحنا ما عندنا ما شاء الله منتج محلي. وموضوع المشاريع اللي تحدث عنها التقرير أعتقد مبالغ بها، أكرر هذا الكلام وأصر عليه. لكن إحنا نتمنى فعلا أنه تعرفين حضرتك هناك في الأيام القادمة استحقاق انتخابي وكتل سياسية وحكومة تريد تهيئ الانتخابات. أنا اللي أقول على الحكومة وعلى القوى السياسية أن تتكاتف فيما بينها لتذليل الصعوبات من أجل تقديم الخدمة الملائمة والمناسبة للمواطن العراقي. أفهم من كلامك سيد الكناني أنه كان تقييم مجامل، تقييم من؟ أداء الحكومة مجامل؟ لا طبعا، هو الحكومه قالت هي قيمت نفسها، لكن لحد الان احنا عندنا لجنه الاداء الحكومه في مجلس النواب. صراحه انا قبل ايام كنت يمهم خلاف ما يدعي تقرير الحكومه، وبالتالي يحتاج انه من مجلس النواب فعلا اذا هناك منجز، نريد يعني هسه ماكو شيء ملموس، لكن اذا هناك منجز فعلا يعضد من قبل هذه اللجنه المهمه في مجلس النواب.